في كل محطة من محطات حياتك ستتوقف فيها ستتعلم الكثير وستفقد الكثير وستجني الكثير أيضا، فاختر في أي محطة يجب أن تتوقف. حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج المحطة في هذه الأمسية الرمضانية الجميلة مع ضيوفي لهذه الحلقة. هم نخبة، وأكيد يعني لكل واحد بيهم باع طويل في مجال عمله ودراسته ووصل إلى المكان اللي هو وصلها يعني بتعب أكيد. فخليني أرحب بضيفي الأول الدكتور عامر حسن الفياض، عميد كلية الآمال، باحث وأكاديمي. حياك الله ورمضان كريم عليك. بكم وبالمشاهد الكريم، ورمضان مبارك على الجميع، ربي يحفظك. ضيفي الآخر هو الدكتور حيدر حميد، أستاذ التأريخ السياسي، باحث وأكاديمي. حياك الله ورمضان كريم. شكرا جزيلا على الاستضافة، وشكر موصول لحضرتك ولكل مشاهدي قناة الأيام الأفاضل والضيوف الكرام، رمضان كريم عليكم. شرفتونا أكيد. ضيفي الآخر هو الدكتور عباس العنبوري، رئيس مركز رواق بغداد للدراسات. حياك الله ورمضان كريم. أهلا ومرحبا بك، حياكم الله، شكرا جزيلا على الاستضافة. ضيفي الرابع هو الدكتور طالب محمد كريم، أستاذ الفكر السياسي، وهو أيضا باحث وأكاديمي. حياك الله. مساء الخير، شكرا جزيلا. طبعا يمكن بالبداية قلت أي شخصية من الشخصية اللي جالسة أمامي اليوم ما وصلت للشيء اللي هي وصلت له إلا بعد تعب وعناء، وإحنا نعرف الباحثين تحديدا ما يوصل هذه المرحلة إلا بعد يمر بتجارب كثيرة. يمكن المقدمة اللي قلتها أنه أنت بتختار المحطة اللي تتوقف فيها. اليوم من خلال هذا المكان اللي إحنا جالسين به، إحنا لنا ثيمة، يعني لازم هذا السؤال ينسأل. خليني أبدي ويا الدكتور. دكتور، هذا المكان شو يمثل لك؟ وهل صاعد قطار سابقاً؟ شنو ذكرياتك؟ طبعاً مال صاعد قطار، صاعد قطار كثيراً. هذه المحطة الحقيقة يعني تقلب لدينا الأتراح والأفراح، نقدر فعلا نقول تقلب مواجع ومباهج في نفس الوقت. أنا قبل ما يبدي البرنامج قلت أنتوا جبتون المكان، هذا المكان أنا أتذكر تحت هذه القبة أنا كنت أدرس بصف ثالث متوسط. حلو. فالبكالوريا في الثالث متوسط، فدراستنا كنا من البيت من الكرخ نجي لهنا أنا على برودة القبة. تدرس جوا القبة؟ جوا القبة هنا أنا، لأنه كانت المهفات هي فنجي حلو للقبة. خوش ذكريات هاي. وهذه استمرت بالرابع عام وبالخامس وبالسادس. إذن هذه القبة صاحبة فضل تحت هذه القبة. وكان قريب هنا منتزه 14 تموز. فالظهر من الصير حارة جدا، وبتموز تعرفين الامتحانات الصير عادة. فإحنا من الساعة 11 مثلا إلى الساعة 4 نكون تحت القبة باردة تكون ومن الصبح إحنا بالمنتزه مال 14 تموز القريب مطار المثنى. فهذا المكان يعني هو جزء من سنين الحياة مثل ما يقولون فعلا، وسنوات حياة لها علاقة بالدراسة. وهذه طالما احنا يعني عندنا اهتمامات بموضوع الشباب، فبالتأكيد يعني هاي المرحلة هي مرحلة ما قبل الشباب شوية ومرحلة الشباب ايضا في نفس الوقت. كنت اتمنى انه بالجامعة اقدر اجي مرة ثانية وأدرس هنا، ما صدفة. لكن من دخلت الجامعة، لا الجامعة وفرت مكتبة وقمت ألجأ إلى المكتبات العامة. بس تحن لهذا المكان. مكتبات عامة. دكتور، هذا المكان جزء من حياتي يعني أعتبره. إحنا اليوم ذكرناك، شفت يعني إحنا متقصدين أكيد. بالضبط. كل واحد بيكم عنده ذكرى بهذا المكان. شحنت الذاكرة. أي إن شاء الله تكون الذكريات هي حلوة، ما نريد ذكريات حزينة يعني. بالتأكيد. أكيد. دكتور، شنو ذكرياتك بهذا المكان؟ والله هي ذكريات مؤلمة. ها؟ لا إحنا ما نريد الألم. لا يعني هي في فترة حرجة بتاريخ العراق. نعم. هي فترة الحرب العراقية الإيرانية. نعم.
يعني أنا كنت واعي لها في هذه الفترة المبكرة قبل أن أنتقل للدراسة الجامعية. أنا درست دكتور حيدر، ترى بالمناسبة يعني أقدر أقاطع دكتور حيدر، ترى أنا دحكي بالستينات. نعم. أي نعم. أنا أحكي فترة الحرب العراقية الإيرانية اللي وعيتها. نعم. هاي كانت زاخرة بالحياة. يعني أنت تجي إلى المحطة تشوف الجيش، شوف الشرطة، شوف الضباط، شوف الجنود، شوف شوف المواطنين العاديين، شوف صعوبة الحصول على التيكت من أجل أن تصعد للقطار، لأن كان أكو زخم، زخم الحرب، زخم تنقلات الجنود، يشوف الجرحى، يشوف يعني صور كثيرة من الحياة تشوفها هنا أنا كانت تنبض، وتتحكي عن قصص اللي رايح للموصل، اللي رايح واحد يحمل قصة وياه، قصة فيشوف نوبات أحياناً معاناة. يعني أنا أسمع أحاديث الجنود في تلك الفترة يقول لي يمكن إحنا نروح بعد ما نرجع. يعني أكو فد غصة عندهم فعلا. أشوف الضابط، أشوف الجندي. وأتذكر مرة كان إحدى الهجومات يعني في 82 أنا بالموصل ردت أجي لبغداد، ما لقيت أي 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 وسيلة نقل ماكو. فالتجئنا للقطار. نعم. ولا القطار كله مقبض. بعدين اضطروا يصعدونا، صعدونا بالقطار، شفت القطار مليان الجنود حتى على هاي السقف العالي مال القطار بالفارغون الجندي نايم، ماكو مجال قاعدة. فبقيت واقف بالقطار من الموصل الى بغداد، واقف وقفة هذه الذكرى ما تنسي، بحيث من وصلت الى المحطة، من نزلت من المحطة وقعت بباب محطة القطار من التعب من العياء اللي أصابني. فهاي الذكريات يعني ما أنساها في حياتي، لأنه كانت فترة صعبة بتاريخ العراق ومؤلمة. يعني إحنا هيشنا مواجع اليوم؟ بس هي أستذكرها جميلة، كانت أشوف الناس من كافة الأصناف، من كافة المجتمع، اللي رايح للموصل، اللي رايح للبصرة، كل واحد يحمل قصة. ايه صحيح، قصص هاي يعني ما أنساها في حياتي. دكتور أكو ابتسامة، إذا أكو فالذكرى حلوة. لا بصراحة من المفارقات الغريبة أنه أنا شخصياً لم أدخل في هذه المحطة إلا هذه اللحظة. وهذه المرة الأولى اللي أدخل إليها. أول شخص يقول لنا، هواي ضيوف قالوا لنا. وأنا بالحقيقة يعني كثير السفر، وزرت أكثر من 40 دولة في العالم، وكنت في كل دولة أروح لها هواية أهتم أن يعني أنتقل في القطار، باعتبار أن وسيلة الانتقال بالقطار في الغالب هي سريعة وسهلة. في بلدك ما راكب القطار؟ وللأسف في بلدي ما راكب القطار، بس كل ما أمر، لأن أنا ساكن في مكان قريب من هنا، فكل ما أمر أشوف جمال هذه المحطة من الخارج، وأقول يا ترى هل إذا كنت يعني اليوم خلينا يعني أدخل تصعد القطار هم يعني. ممكن أن أدخل في هذه المحطة وأشاهد محطة فيها حركة قطارات، وفيها شاشة مثلا كبيرة، وفيها توقيتات للقطارات كما أشاهد في دول العالم المختلفة اللي بيها بصراحة وسائل النقل في القطار، وسائل ممتازة جدا. أنا رحت يعني وسائل نقل في القطار في اليابان وفي كوريا وفي أوروبا وفي أمريكا، وسائل نقل ممتازة جدا ومهمة. إحنا إلى الآن يعني القطار لا يمثل يعني في العراق وسيلة نقل مهمة ويعتمد عليها من قبل المواطنين. فضلا عن ذلك القطار يمثل رمزية في الحياة، يعني احنا دائما نقول فاتك القطار، اذا كان اذا تشعر انه فاتك شيء فهو يمثل بالقطار. القطار هو كناية عن صورة لحركة، وانت ينبغي ان تلتحق بها بشكل مستمر. فاليوم هذا يعني هذه الجلسة وجودي في هذا المكان يعني ذكرني بهذه المعاني. ان شاء الله تكون الجلسة حلوة. نرجع للدكتور، الدكتور اخذ له صفنة. اكو ذكرى نريد نعرفها؟ لا ذكرى ما عندي صراحة، لكنه فعلا يعني عضل على كلام عزيزي دكتور عباس. اول مره ادخل وانا بغدادي وابن بغداد، الفارقه انه احنا اولاد بغداد، ولاده ونشاه، وهاي الاماكن يفترض انه احنا داخلين لها. الان من دخلت يعني اباوع صرح جميل، وتلقائيا اخذنا باعتبار عندنا سفر الى لندن، وفعلا طلعت هي أسمع موجودة أصلاً. نعم هي أساسا مخطط أو البناء هو 53. هسا أنتوا حددتوا في بالكم ممكن تروحون سفرة بقطار إن شاء الله قريبا؟ إذا تسمحي لي، بس إحنا ليش كنا نبتعد دائما من القطار؟ ليش برا نطلع؟ لأنه ربما قد تكون هناك أشياء عالقة بالذهن نسمع، لأنه قد تكون الخدمات، قد يكون طول الساعات، يعني متعبة تصير بيجي حالة. لكن رمزية القطار
شغلنا احنا، يعني عبر ربما عن الزمن وتقسيمات الزمن الماضي لما نترك ومن نعم. ثم بعدين نسمع صوت العجلة اللي هي دورة الحياة يعطينا إيقاع الحاضر، اللحظة التي أشعر بها، وبالأمام يعني المستقبل. لذلك يعني من نسمع صوت القطار نشعر كأن هناك مستقبل جميل جدا. المفارقة مع المكان الجميل، مع الأساتذة الأفاضل، مع ما تكلمنا أنه الساعة هي وهمية الآن، وقتها غير صحيح. صحيح. بالتالي يفترض أن يكون هذا الاهتمام، يعني هذا الصرح الجميل، أن ننتبه إلى هذا الوقت حتى يترك انطباع عند كل مواطن يشوف. لذلك أنا أقول عندما عندنا انطباعات موجودة في ذهننا قد تكون يعني مو منسجمة مع ما اللي يدور سؤالك، بسبب نلاحظ حتى هذه الجزئيات. فبالتالي يا ريت يعني أنه ينتبهون المعنيين لهذا المسألة. وأتمنى طبعا أنه نحن أبناء بغداد أنه مكان موجود بهالجمال وبهالمخطط وهذه الراحة النفسية، اللي يفترض إحنا بسنتر بغداد، يعني يفترض أنه ما لكنه ده نعيش هدوء. إذا معناته ربما أكو تماثل، عندنا مناطق أخرى جميلة لكنه قد يكون الإعلام غائب. هذا يحسب لكم طبعا أنه أنتم سلطتوا الضوء على منطقة جميلة جدا. شكرا. ما جاوبتوني. أكو الأساتذة رايحين، الدكاترة رايحين وجايين وشمعين. أنا ما صاعد قطار أبدا بالداخل العراقي. أكو سفرة قريبة لازم تسافروها بالقطار، هذا لازم. يلا إذا كانت في شيء مناسب شكوبي. إن شاء الله. دكتور عامر، اليوم كيف نقول على هذا الشخص وصل لمرحلة أنه يكون باحث؟ هل هو كل من أخذ يعني بالدراسة فد منحة معين، مثلا العلوم السياسية، احنا نعرف أغلب الباحثين هم علوم سياسية، هل هو أنه مجرد أنه وصل لهذه المرحلة ممكن أنه نقول عليه باحث؟ يعني ببساطة يعني أنا تعلمت من الكلية ومن شارع المتنبي اللي هو سوق الصرايكنة، ومن أصدقاء اللي يعني ضمن إطار ثقافي على أدبي، تعلمت مسألة أنه إذا أردت أن تكتب سطرا عليك على الأقل أن تقرأ 100 ورقة. يعني كم سطر فيها 100 ورقة؟ يعني تقرأ أكثر مما بالضبط. يعني الباحث لا يمكن والكاتب لا يمكن أن يكتب بشكل يعني مقبول عقلاني من دون أن يقرأ. فكيف لو أسأل أي واحد من الأخوان كيف أصبحت كاتبا أو أصبحت باحثا، رح يعني حتى لو ما يقولها الحقيقة تؤكد بأنه قرأ أكثر مما كتب، أو لا يستطيع أن يكتب إن لم يكون قد قرأ. يعني طبعاً يعني عذراً على المقاطعة، الباحث ممكن يجاوبك عن أي سؤال؟ ممكن؟ هذه لها علاقة بموضوع التعريف المثقف نفسه. يعني أنا أتذكر تعريف بسيط يقول المثقف هو من يعرف شيئاً عن كل شيء. فعلاً. والمتخصص هو الذي يعرف كل شيء عن شيء. تخصص. نعم. ببساطة هذه. فأنا عندي بعد سالفتين عن المحطة. فإيه يعني وضرورية. نرجع لهن والله. وضرورية والله جدا. دكتور نرجع لهن. ضرورية. نرجع لهن بس أنا حتى أدخل مرة سؤال علمي ومرة سؤال بشوية ابتسامة، فنرجع لهن. دكتور. وأنا أريد أنطي مجال أيضاً لآخرين لأنه هو أنا الوقت كلش قصير يعني. راح أحاول أوزعها بيناتكم بس ما أريد أحد يزعل من عندي. دكتور أنت وجودك في عائلة بيها يعني قامة كبيرة وعلامة من علامات العراق الدكتور علي الوردي، كيف أثر بك؟ بدايات حياتي يعني هو اللي نبهني للقراءة والكتابة، لأنه في فترة أنا عشت معاه في البيت وكان يسكن في الوزيرية في هو مبدئياً عذرا لازم المشاهد يعرف أنه هو شنو صلة قرابة؟ زوج خالتي. زوج خالتك يعني الخال والد مثل ما يقولون هو. فأنا عاصرت الفترة الأخيرة من حياته
وكنت قريب عليه يعني. نعم. بس يمكن أذكر أشياء بعيدة عن النقاش في فكرة ورؤيته وآراءه، بس عن مشاهداتي في تفاصيل حياته اليومية يعني. يعني من الملاحظ أنه الدكتور علي الوردي العلامة الكبير، رغم أنه هو عالم اجتماع، لكن في الفترة الأخيرة على الأقل تقدير من حياته ولم يكن اجتماعيا في البيت، كان معتكفا في أشبه بالاعتكاف نحو القراءة والكتابة في غرفة صغيرة اختياريا، أي مجبر. اختيار. لا لا هو اختياري. هو يريد أن كان ينزل من غرفته وينزل إلى الطابق الأرضي، وبيتهم واسع لأن بيتهم كان بيت رئيس وزراء العراق في العهد الملكي نور الدين محمود. نعم. فكان عنده غرفة يقفل عليها الغرفة، وعنده راديو وعنده مكتب ويبدأ ها؟ شو يسمع؟ شنو الأشياء اللي كان يسمع؟ ما قدرت أن أقتحم هذه الغرفة وهو يكتب. ما يصير. أعطيك فد مثل، يعني هو عنده نظام محدد، ساعة واحدة أتذكر الظهر لازم يقدموا له الغداء. فأنا كنت مثلاً أحياناً يقولوا لي أنت قدم له الغداء محضرة، أقدمها بباب الغرفة ما يفتح، ما أدق عليه الغرفة. بس ساعة واحدة أنا أحسب ساعة واحدة قالوا يريد الغداء. ساعة واحدة أنا أخلي له على الطبلة الصينية اللي هي حتى كان أكل بسيط يأكل، مو دسم، نواشف أغلبه، ودو مي أو يعني أحط الهياء بالساعة، هو يفتح الباب ويأخذه. من الأمور الأخرى التي أذكرها في 2/8/1990 عندما دخل صدام في وقته الكويت، فهو كان نايم، ففز الصبح صاح فيصل ابنه الصغير وصاح حيدر، أنا كنت عايش وياهم، فسأل فيصل قال له هل هذا صدق صدام دخل الكويت؟ فإجابة فيصل إيه، هاي الأخبار كلها، وأنا كنت دا أسمع أنه يدعون مواليد 2/8 مواليد فلان مواليد فلان دعوة خدمة الاحتياط. فقال قولته المشهورة اللي ما حد يعرفها، قال هذه نهاية صدام. فهو تنبأ بسقوط صدام في 2/8/1990. ومما يؤسف له أنه في الفترة الأخيرة من حياته أنه رفضت الدولة تعالجه عندما تدهورت حالته الصحية. ملك الأردن ملك حسين هو الذي تكفل في تلك الفترة بعلاجه، وعندما رجع أيضا تدهور حالته الصحية، فكنا نتناوب احنا العائلة على كل فترة على كل يعني لازم ينسرى فرد من أفراد العائلة يروح يتبرع له بالدم على مود نجي. وكان في الفترة الأخيرة يمكن قبل ما يتوفاه الله في مستشفى الكرامة، فنروح نتبرع بالدم على مود هم ينطوا دم يروح هذا. في إحدى المرات أنا كنت رايح الدور عليها، فما قبل ما أعرف لماذا مدى أتذكر السبب اللي امتنع الطبيب أن يسحب دم من عندي، فرفض المركز ينطي دم. فهاي أثرت بنفسي يعني، ظلت يعني أتألم. هذه من الأمور المؤلمة أنه دكتور حيدر اليوم كلها آلام وياك. لا لا اليوم جبتنا من المحطة والذكرى. دكتور للأمانة بالكواليس يمكن تحدثنا عن المعاناة اللي يعانيها الباحث. إحدى الأمور اللي لازم نتكلم بيها هي تقدير الباحث أو تقدير الشخص النخبوي. يعني بصراحة إحنا ما أعرف هل البلد يريد يخسر النخبة من خلال انه دا يحاول بشتى الطرق انه هذه دا يخلق فجوه ما بين المواطن والنخبه، ما بين السياسي والنخبه. اليوم يمكن حتى كمستشارين يستعان بالباحثين كمستشارين، يمكن بس دكتور اني اذكر ان حضرتك كنت في مجلس النواب، لكن مو بالزخم اللي احنا نشوفه او بالواقع اللي المفروض مو منهجيه يعني مو منهج متبع انه الاستفاده. هنا احنا محكومين بمعادلة هي تفضيل اهل الثقة على اهل الخبرة. واهل الثقة يعني الثقة مو هذه اللي نعرفها المعاصرة، الثقة التقليدية.
يعني أنا الولاء. عندي ثقة بابن عشيرتي وعندي ثقة بالحزب مالي، فالتقريب ده يصير لأهل الثقة على حساب أهل الخبرة، وهذه ما زالت ترى قائمة حتى اليوم. دكتور، باعتبارك كنت في مجلس النواب ومستشار وقريب من السياسيين، ماذا تعلموا منك وماذا تعلمت منك؟ لا، هو بالحقيقة يعني خليني شوية مرات خليني أنتقد شوية من النخبة. إحنا كثيراً ما نواجه نخب باحثين، مؤلفين، كتاب كبار محترمين ذوي أفكار، هذا كله صحيح ومحترم ومقدر، ولكن في نفس الوقت إحنا عندنا أيضاً النخبة تعاني أحياناً من الكسل، النخبة تعاني أحياناً من قلة المبادرة، لا تبادر أو الغرور. الغرور لا تبادر النخبة، تعتبر نفسها اليوم إذا شخص بين قوسين هو يعتبر نفسه من النخبة، مبادرته إلى أصحاب القرار أو العلاقة بهم، أحياناً حتى يتهم من سائر أصحاب يعني من النخبويين أمثاله بأنه هذا متزلف أو قريب من السلطة أو مشاكل. هناك نوع من أنواع الفجوة الكبيرة بين النخبة والأصحاب القرار، هذا من جهة. من جهة أخرى يعني النخبة تميل في الغالب إلى النقد دون أن تقدم مبادرة، يعني يحجون على الدولة، يحجون على الحكومة، يحجون على السياسيين. طبعاً أنا لست في محل الدفاع عنهم بالتأكيد، ولكن أحياناً يعني ميلون أكثر للانتقاد الآخر أكثر من حتى من انتقاد ذاتهم، وضعف تقديم مبادرات. تلاحظ أنت بشكل عام هناك ضعف تقديم مبادرات. كيف نحل هاي الفجوة؟ الحل انه بناء ثقه، بناء جسور ثقه، وانه يعني لا يمكن للنخبه ان يفترض انه فقط الاخر يجي بادر باتجاه، هو ايضا ينبغي ان يفكر بمبادرات. يعني ممكن انه اليوم نشوف واحد هو يقدم مقترحات ل مثلا مجلس الوزراء او للنواب او غيره او لسياسيين معينين او لخدمه البلد بشيء معين، تسمح يعني له يعني تسمح له نقدر نقول الغرور يسمح له انه هو يبادر؟ يعني انا اشوفها شويه صعبه. يعني هناك حالات كثيره ايجابيه، يعني حضرتك ذكرتي واشرتي الى تجربتي في مجلس النواب والعمل في مثلا كمستشار في لجنه العلاقات الخارجيه. بالحقيقه في السنه الاولى، سنه ثانيه، سنه ثالثه، هناك مثل ما تفضل الدكتور قضيه الثقه مساله جدا مهمه، الدوافع، الخلفيات، من ورائك، ماذا تهدف من المشورة، خصوصا في مؤسسة فيها هذا النوع من الاستقطاب السياسي والانقسام السياسي اللي هو مو بعيد عن يعني أذهانكم وعن المجاهدين. بالتأكيد في البداية تعبت، ولكن في يعني بمرور الزمن استطعت أن أبني نوع من أنواع الثقة اللي لحد الآن، لحد هذه اللحظة وأنا يعني في دراستي في الدكتوراه، للآن يتصلون بي النواب في مجلس النواب يطلبون مشورة، يطلبون أحيانا كتابة تقرير، يطلبون أحيانا حتى كتابة بعض البيانات السياسية أكتبها لهم، وأنا أحيانا بعض هؤلاء لا أنتمي إلى كتلهم السياسية ولا أنتمي حتى إلى خلفياتهم العقائدية والطائفية، وهذا شيء يحتاج إلى وقت. إحنا بالأخير بعد 2003 ورثنا تركة انعدام ثقة بين الجميع. الباحث المفكر اللي يعتقد نفسه أنه يفتهم ينبغي في تصوري أيضا أن يبادر، أن يقدم مبادرات. تصوري أيضا هناك مبالغة في قضية علاقة الحكومات بالمؤسسات الأكاديمية، وكأن الحكومات عليها أن تزحف إلى الأكاديميين وتطلب منهم كل شيء، وهذا في تقديري غير صحيح. لكن أول مرة لكن دكتور أنا مشكلة في اعتراض عندي، يعني هناك ثلاثة لا يذهبون لأحد بل الأحد يأتي إليه، العلماء اللي هو يعني يفترض العالم والقاضي، يعني من هذا الباب يعني، ورجل الدين. نعم. رجل الدين يؤتى إليه للاستشارة في أمور دينية، المختص العالم يؤتى إليه ولا يذهب لأحد، والقاضي يؤتى إليه ولا يذهب لأحد. نعم. يعني هذا مبدأ عام يفترض. صحيح أكو شيء من التمنع من قبل، لكن ما هي أسباب هذا التمنع؟ إنه هو حتى لو يكون هو اللي يبادر، إذ قد أكو استجابة من قبل الآخرين، الاستجابة أيضاً تكون ضعيفة، ولذلك صارت عندنا حالة إحباط. هذا الإحباط سوى عندك نكوس، يعني حتى المرجعية الدينية الرشيدة قالت بحث صوتنا ولم يسمع أحد، فالباحث الأكاديمي عندما يشعر أنه يعني لا أحد يسمع، جزع.
جزع يشوف يميل إلى الاعتكاف، إلى الاعتكاف حول نفسه، ما يقدر لأنه لا يوجد هنالك من يصغي له. بس دكتور بالتالي كلام دكتور كلش حلو، انه كان صريح بالحديث. احنا راح نخسر، احنا كبلد راح نخسر. ما شاركتنا الحديث دكتور لكن لان ما توجه لي سؤال. لا 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 نجيب اذا لم نسال. لا لا ده نناقش وسبحان الله هو صار النقاش من باب ادبي، انا ما قاطع يعني. لا لا احنا ممكن ومستأنس بالكلام بالمناسبه. لا لا بالعكس يهمني اعرف رايك يعني على مود اسالك غير سؤال بعد الفاصل، لان عندي سؤال لك خصيصا. بس شنو رايك بالموضوع اللي دار الباحث؟ فعلا هو معتكف او لا؟ هو اولا انت يعني لازم انا اسال من المقصود بالباحث. هل الباحث يعني حامل شهادة العليا اللي هو اساسا يعمل في الجامعات؟ هل الباحث اللي يعمل في مراكز دراسات؟ ما هي هذه المراكز؟ ما طبيعتها؟ ما هي مشاريعها؟ ما هي ضوابطها العلميه؟ بالتالي مرة نتكلم عن المثقف ومرة نتكلم عن صانع الثقافة. المثقف إنسان عادي، لكن صانع الثقافة هو الذي يفرز المناخات والمزاجات. عندما ينظر العالم متغير يتواكب مع المتغيرات، فبالتالي ينظر إلى الثقافة التي هي ربما قد تكون ما منسجمة، حركتها بطيئة مع القطار، بطيئة مع، ولذلك هو يفرض إيقاع جديد. هذا مو أنه هو يطرق الأبواب. يعني مثال على ذلك يعني الإسكندر منو كان المستشار مالته؟ كان أرسطو. الإسكندر معروف عنه يأتي من اليونان القديم ويجوف في آسيا عنده مستشار ويقف على رأس ديوجين، يجد ديوجين نائم في الطرقات، فديوجين الإسكندر هذا الإسكندر يقول شو يقول له الإسكندر؟ يقول له وخر تنحى عني فإنك حجبت عني ضوء الشمس. هذا اللي يصنعون فكر. بالتالي هؤلاء هم فعلا نخبة النخبة. لماذا؟ لأنه هو ليس منعزلا أو معزول، وإنما هو يحتاج إلى أجواء. الآن نتكلم عن دكتور وردي، قال عنده غرفة خاصة. يعني عمانويل كانت عندما هز الإمبراطورية الألمانية بمقال 5 صفحات سأل سؤال قال ما التنوير؟ مقال، لكنه ماذا فعل في أوروبا ولماذا تعاطفت كل الجماهير معه؟ لأنه كانت واصل إلى مستوى من الوعي عالي جدا. إذا أنت ضد فكرة أنه الباحث هو معتكف؟ لا هو ما معتكف، هو لازم يكون. بدليل إذا كنا نصنف اليوم على باحثي، فنحن عندما طرقتم أبوابنا أنا دا موجودين. وين موجود الباحث؟ مو فقط يكون بشخصه وحسه ولحمه، موجود في كتاباته، موجود في الإعلام، موجود في المؤتمرات، يمثل العراق، وقد يكون الإعلام مغيب عنه. أنا أعود لك، أكو سؤال مهم لكن أعود لك بعد الفاصل إن شاء الله. مشاهدينا خليكم ويانا بعد الفاصل. مشاهدينا رجعنا وياكم بعد الفاصل ومتواصلين بهذه الجلسة. بصراحة هي يعني أنا أحب هيجي جلسات، بالتالي إذا ناخذ معلومات حلوة من كل شخصية جالسة أمامي اليوم. خليني أرجع وياك دكتور، ضربتني بسمار بس أنا أريد أكمل وياك دكتور. هذا الحديث اللي يدور حتى بالكواليس، الأمانة يعني لو فاتحين كاميرا وتشوفون حديث الكواليس بعد أمتع من الحديث أمام الكاميرا. أكو نقطتين أشرت لهم، كملهم حتى أسألك السؤال اللي تمام يعني. تمام. أنا أولاً طبعاً أقول يعني اليوم هسه إحنا عندما نتكلم نقول من هو الذي قاعد يرسم لنا المسار الثقافي في بلدي على الأقل. بالتالي طبعاً اليوم أصبحت وفق العلوم المتقدمة والتكنولوجيا وهي الثورة العالمية، أصبح حتى الإعلام اللي نتكلم عنه مو هذا الإعلام المركزي الموجه أو ربما نتكلم عن مؤسسات، وإنما اليوم من الشاشة كل واحد يقدر يسوي الإعلام. بالتالي حتى احنا صارت هاي طبعا اصبح ممكن مجتمع متماسك الى حد ما، الى اصبحت عندنا افراد، بمعنى انه اليوم العائله في بيت واحد لكنه كل واحد هو في منصه وفي عالم اخر. اذا ما هي الوسيله الاخرى التي ربما هذه الوسيله تفرض علي اجراءات انه كيف اخاطب هذا الوعي؟ احنا نسوي هسه استقراء سريع جدا، نجد حتى هذا كلامنا الآن لو نريد أقل إيش قدر نريد نشوف مشاهدين. بالمناسبة إحنا مو فنانين أو مطربين حتى نبحث عن شهرة. نعم. إحنا عندنا مواقعنا وعندنا بحوثنا نكتب وعندنا أمورنا. نعم. لسنا بحاجة حتى وظيفتنا. أنا أقول يعني بالبغداد يقول إحنا ترى وظيفتنا نسولف، حتى السوالف بزعانين منها. نعم.
لكن أنا أريد أوصل رسالة عندما أريد أن أبني وعي جماهيري، لأن هؤلاء مجتمعي. لا، وهذا دورك ووظيفتي على نعم وظيفتي. الرسالة مثل رسالة الرسول هي حتى أنه على عاتقك حتى ايه؟ أخرج من بنايتي، لا يقولون أنه أنت معزول في قصر مشيد أو قصور عاجية. ايه؟ أريد أنه أندمج بمجتمعي، لكنه أنصدم بكثير من الأمور. يعني واحدة من عدة عندما الآن هذه الجروبات اللي نسولف عنها، جروبات الواتساب اللي نشوف، اولا انا من هو المتحدث اللي امامي؟ احنا نتكلم الان بالسياسه، هو علوم انسانيه، العلوم الانسانيه مو قوانين تجريبيه، ولا هو طيب ولا هو فيزياء ولا كيمياء. اذا يفترض انه حتى يكون الحوار سريع ونشخص المشكله ان يكون اصحاب العلوم الانسانيه هي التي تتكلم، لانه متفقين على مناهج الكلام. هذا لا يعني انه الطبيب لا يمتلك جزء من الفكر، ما سمي ثقافه بالمناسبه لان انا فصلت، ولا يعني، لكن هؤلاء استثناء، والاستثناء لا يمكن ان تكون يعبر عن القاعده. انا اريد اعبر عن الظاهره. نعم. الظاهره الامامي، انا اريد العقول التي هي اساسا تكتب بطريقه مناهج، هذه المناهج وفق العلوم الانسانيه. موضوع ثاني، الموضوع الثاني نتكلم عن البحوث الان. حتى هاي طبعا في مؤسساتنا عندنا مشكله، ويفترض احنا مؤسساتنا الجامعيه ان تكون قدوه يعني في الميزان. نعم. حتى في سبيل انه هذه الجامعه يعني تمتلك العصمه. بعيده جدا عن زل الاخطاء. لماذا؟ لانه هو اساسا يمثل العقل الانساني. نعم. بالتالي يؤمن بكل ادوات العلميه. كم مجله عندنا اليوم بجامعاتنا اللي موجوده بالعراق؟ نعم. وكل كليه تقريبا عندها مجله، اذا مو مجلتين. وهذه المجله طبعا بها ضوابط حتى في سبيل ان يكون هناك نشر لبحوث الباحثين الاساتذه، بالتالي يمشي في ضوابط ويمشي في توجهات علميه، يعني بمعنى يروح استلال الكتروني وبعدين يروح خبير لغوي ويروح بعدين خبير علمي، بعد ذلك تاتي الموافقات، فالاستاذ يدفع المبلغ الرسوم اللي عليه مو مجانا طبعا. اي اكيد. يدفع حتى في سبيل أن ينشر بالمجلة. بعد ذلك ماذا يستفيد طبعاً الأستاذ من نشر هذا البحث؟ مرة على مستوى نقاطه السنوية تقييماته، ومرة أخرى الترقية. من نروح للترقية مرة أخرى، هاي أيضاً تروح من تخضع مرة هم تخضع إلى خبير لغوي وعلمي. ما هو أنت المجلة هي أساساً هو كادر تعليمي، هو كادر تابع إلى وزارة التعليم من الجامعة. نشر إذا ما هو مر بهذه نفس الضوابط؟ ليش تتكرر؟ إذن هذه معناته أزمة ثقة، وإلا إذا ماكو أزمة ثقة ليش إحنا نكرر هذا الموضوع؟ فإذا كان هذا الخطأ في جامعاتنا، فكيف في مؤسسات أخرى أو كيف في الشارع اللي نتكلم عنه؟ بالتالي إذن إحنا نعاني من مشكلات بنيوية، حتى في سبيل أنه أعطي انطباع على أنه ترى النخبة هي أساساً متفاعلة، هاي طبعاً مشروطة أن تكون القاعدة أيضاً تتفاعل معي، حتى في سبيل أنه يبقى هذا أنه يضخ بما يملك من أفكار. وطبعاً بالمناسبة يفترض أنه الأفكار أنه تكون إلها قيمة على الأقل من خلال الإعلام، الاستضافات اللي تصير. يعني أنا بالنسبة إلي من أباوع برنامج سياسي، اثنين يتعاركون بيناتهم وسب وخطأ وغلط وضرب بيناتهم، الآخر يقول هذه متعة وأكشن. ما أنت سممت الوعي الاجتماعي، أنت أساساً هذا العقل المفروض أنه أنت توجهه نحو أنه تهذيب آداب أخلاقية، نسخ معين في سبيل أن نتفاهم، نظام ديمقراطي يفترض أن يكون بيناتنا حوار. لكن إحنا 20 عام كل كلام أنه اتهامات واتهامات متبادلة وسب وخطأ، وكأنما شيء أنتجنا طبقة كبيرة جدا من الذين اعتبروا هؤلاء هم أسوى لهم. إذا من يتحمل مسؤولية هذا الموضوع؟ زين، لو يعني عذرا أني شوي هذا السؤال طولت بيه، بس أريد أخذ نبذة. لو جيت على الكتب اللي حضرتك، من اللي ممكن يقرأها؟ من اللي يتجه لها؟ هل هو النخبة فقط؟ لو ممكن أي إنسان عادي ممكن يفهم الكتب اللي يكتبها الباحث؟ لا طبعاً، هو بالمناسبة يعني على قدر عقول الناس، كل واحدة إلها طبعاً وظيفتها تقرأ. يعني هسه لو تسأليني تسأليني قولي لي أنت قرأت مثلاً على سبيل المثال قرأت عقم المذهب التاريخي لكارل بوبر قبل 10 سنوات، الآن من أقرأ في نفس المستوى الفهم مالي؟ لا بالتأكيد. هذا يدل على أن هناك نضج كتبك. وبالتالي كتبك. لكن هذا العالم هو مفتوح. ومقولة مهمة جداً اللي هو بوبر يقول التفاؤل واجب. يعني أنت لا تنطي أشياء تشاؤمية، لأنه المتغيرات موجودة، والقانون اللي نتفق عليه هو القانون المتغير. إذن في كل لحظة هناك متغير، يفترض عليك أنه يكون لك استعداد تتواكب مع هذا المتغير. هذا الاستعداد منين يجي؟
من الوعي اللي هو يمتلكه ويفترض أنه غذي هذا الوعي. يوم بعد يوم قصير رضيتين رضيته لا رضيت عني ما زعل بس خلي ما زعل أريد لا هو, هو زعل معرفي زعل معرفي لا بالعكس أريد تشاكس أنا أحب المشاكسات هاي مشاكسة معرفية دكتور هاي المشاكسات من تجي من أشخاص مثلكم أنا أرحب بها جدا دكتور دخلي عقب علي أنا عقب يعني موضوع التطابق ما بين القاعدة والنخبة هذه في كل المجتمعات ما ممكن تتحقق لأن المهمة هي بالأساس هي على النخبة ما تقدر تقول أنه نخبة وأمامها قاعدة تستجيب بسهولة أكو فرق بالوعي وهذا متفقين عليه أنا أقول يعني عفوا دكتور الثوره الفرنسيه 1968 قادها بيشيل فوكو وسارتر ودولوز هم فلاسفه نزلوا بالشارع الامه الاوروبيه كلها لانه هذه الامه هذه الامه اللي راح ارجع للثوره الفرنسيه يا اخي هذه مستويات الوعي تطورت انت تدري التجربه الاوروبيه يعني الانتقال الى الديمقراطيه دكتور عذرا على المقاطعه 400 سنه منو المسؤول عن وعي المجتمع هو هذه الدليل اقوله هل هو البيت الاسره لا الاعلام الدوله المسؤول النخبه ضمن اطار الدوله بس انت عندك تصير النخبه في الدوله مو اسطوات دوله اذا مو اسطوات دوله اذا تسمح لي دكتور اكو عندنا ايضا حتى مشكله في تعريف النخبه لان احنا عندنا في الغالب النخبه هم حملت الشهادات العليا واشار دكتور طالب الى هذا المفهوم وهذه بالحقيقه مشكله احنا الجانب الشكلاني هوايه صار تركيز عليه بشكل حقيقه يعني وصل الى درجه المقت بحيث افقد حتى قيمه المحتوى اليوم كلمه دكتور كلمه مهمه جدا وهي صار لا تزعل من عندي بصراحه دكتور حيدر في الاشاره الى دكتور علي الوردي انا من مسموعاتي ان الحكومه السابقه حكم صدام حسين رفع عنوان او لقب دكتور عن الدكتور علي الوردي وبالحقيقه ما ادري سمعت هالشكل على كل حال اذا صحت او لم تصح حاربتها بالفتره الاخيره اذا صحت او لم تصح اذا صحنا دكتور علي الوردي دكتور او صح قلنا له علي الوردي هو يبقى اليوم انا مثلا الدكتور استاذنا واستاذ الجميع الدكتور عامر حسن فياض انا عند ما يمر اسمه اصلا ما اذكر كلمه دكتور قول عامر يعني حسن فياض لان اسمه اكبر من عنوانه احنا عندنا تخمه في العناوين دكتور انا اسف على المقاطعه بس هسه ياهو الاجا قام يصير دكتور ياهو الاجا قام يصير اكاديمي وياهو الاجا هذه مشكله فلذلك احنا احيانا حتى احنا نرتكب كثير من الاخطاء حتى في تعريفنا للنخبه في تصوري ان دكتور عنده جلد الذات يعني لاحظت هذا لا مو مساله جلد حلو الذات هذا الشيء دكتور مساله يفترض ان نعيد تعريفنا للاشياء لانه اذا ما عرفنا الاشياء بشكل صحيح يصير عندنا خلل في تصوري واحدة من أهم صفات النخبة أنه لا يفكر بالطريقة النمطية يعني ما يصير أنا اليوم واحد نخبة حامل شهادة عليا بين قوسين دكتوراه أو أستاذ جامعي وأشوفه يتكلم عند ما يصعد بالسيارة في بالكية ويصعد وسائل النقل العام يتكلم كما يتكلم البقال مع كل الاحترام للبقال بل أكثر من هذا أحياناً البقال أو عنده حقيقة يمتلك نخ يعني هو أستطيع أن أعرفه أنه ضمن النخبة أكثر من حامل الشهادة العليا وهذا من حقيقة من المفارقات فعلا. إذا استطاعت أن تجد عليه أن يقود يعني من يصعد حتى في الباص لازم يبين نفسه بأنه فكرة. هو شيء بالضبط وهو وهذا ليس بالضرورة أن يكون حامل شهادة عليا دكتور خليني شوية بس أكمل هاي الفكرة أي عفوا آسف ضرورية احنا شلون نقدر نتلمس هذا المجتمع متقدم او متنور ببساطه اكو ثلاث اشياء يعني انا انظر الى المجتمع اذا من خلال ثلاث خلينا نسميها بيوت ثلاث بيوت بيت العداله وبيت العباده وبيت المعرفه انا لما اشوف القاطنين والعاملين وكل ذوي العلاقة في بيت العدالة من قضاة إلى هذول لهم موقع بالمجتمع أنا رح أنطي هذا مؤشر على أن هذا المجتمع هو قادر على أن يكون متنوراً ومتقدماً مؤشر من المؤشرات المؤشر الثاني من أجل دور العبادة
وألاحظ وأنا أتحدث عن دور العبادة ما أتحدث عن الجامع فقط. نعم نعم. الجامع والكنيسة والمندائية شكل. والكذا كل دور العبادة عام. من أشوفها تأدي وظيفتها وهي محترمة يعني الآخر يحترمها وهي محترمة الآخر. هذه مؤشر ثاني من مؤشرات العادة. الثالث اللي هو يخصنا بيوت المعرفة من مدارس إلى جامعات إلى كذا. من أشوف القاطنين والعاملين والكذا هم موضع احترام وموضع تقدير لهم حجم. هنا القاعدة محترمتهم بهالمؤشرات الثلاثة هي المؤشرات الأساسية ليقول هذا المجتمع هو قابل لأن يتقدم وقابل لأن يتطور. عامل سؤال سؤال هل بغداد مدينة أم قرية؟ لا هي بغداد تاريخيا هي مدينة. بغداد مدينة حاليا قرية. شواخصها المدن تشوه طبعا مدينية بس سلوكها بدوي. احنا ليش نقول مؤدلج؟ ايه هذه لا سلوكها بدوي هو شيء عباك مقصود. كيف يستطيع هي اكو منهجية دكتور طالب يحكي بشكل لطيف الخطوط الحمراء موضوع تريف المدن من يصغي اكو مدن واحدة من ميزات المدينة هو قبول التنوع التنوع الفكري. هذه واحدة من ميزات المدينة. مثال دكتور الله يحفظه قال احنا 400 سنة واحتاجه. طبعا انا ما اميل الى هذا الرأي لانه اداء العلوم الانسانية مو قوانين تجريبية حتى حدد الوقت. هذه اكو عوامل تدخل في لحظة معينة ممكن تأخرك وممكن تقدمك. بس اختزال خطر يا دكتور. دكتور اختزال المراحل المواصلات. الصين تعرضت الى حرب الافيون مع بريطانيا بالخمسين شكلت دولة الصين اليوم هي تقود العالم. اليابان 1900 بعد الحرب العالمية الثانية قنبلتين نوويتين بالستينات هي تقود العالم. تركيا الدولة العثمانية تنهار قبل 1920 هي انهارت وخرجت من العراق بالواحد وعشرين يجي أتاتورك ويقود الدولة العلمانية. هذا كلام يسموه احنا قاعدين وكأنه نقيد إرادة الإنسان ونقول له يا بابا تعال اقعد انتظر بعد 100 سنة تلاق حتى يصير عندنا هذا الشيء. مع احترامي لك لا لا ابدا لا احنا عندنا إرادة ومتفائلين وعندنا طالب. طاقات وعندنا قابليات ممكن انه نختزل عامل الزمن ونتجاوز كثير من المراحل. دكتور طالب الصين ما انقطعت عن حضارتها استحضرت حضارتها. اليابان موضوعة فيجي نعم. دكتور الامارات بالسبعينات هذه تراكم ما عندهم لا حضاره. اليوم الامارات هي اهم دوله يعني بالنسبه على وجهه نظر الدكتور. انا اقول شيء واحد يعني دكتور حيدر انا وياك لما نقول احنا ابناء حمورابي والقوانين والى اخره من نقول وهم صحيح لان احنا عندنا قطيعه. لا اتفق احنا عندنا قطيعه اتفق لانه نعم لانه لكل امه ولكل مجتمع يفترض ان تكون له وجوده يعني ومن دكتور طالب ضرب امثله. انا اضرب لك مثال بغداد 1920 نسبه الاميه بالمئه 98% بس بغداد سلوكها مدينه. بعد 100 سنه بغداد سلوكها قروي. فعلا سلوكها قروي بدوي. ما زلنا نعيش في الطور البدوي الديني. الإمارات لماذا تطورت؟ الإمارات لأنه لم ينظروا إلى الماضي نظروا إلى الأمام. نحن جعلنا من التاريخ عبرة وليس عبرة. نستحضر حوادث أو أشياء من التاريخ ونسقطها على الحاضر لكي نسوق أشياء. ولذلك نحن نحتاج إلى أن نعيد إنتاج مفهوم يعني نفكر بالخطوة القادمة مو بالخطوة اللي راحت. يجب أن تنظر إلى الأمام مستقبل. مستقبل يعني هيجل عادي يقول التاريخ هو ليس فقط الماضي والحاضر التاريخ المستقبل. يا سيدتي العزيزة على نعم. على وأنا هاب ألمانيا قول التاريخ تذكر دكتور أكو فصل بالكتاب الأخير عنوانه نستحضر التاريخ لنغادره لا لكي نعيش فيه ونعتاش عليه. وهي صحيحة هذا هو التعامل مع التاريخ. أنا يعني مضطرة أنه أميل للكفة الدكتور خطية يعني ما حشانا هواي رغم أنه كل الذكريات هي حزينة فمضطرة أنه أسألك هذا السؤال لأنه هو فصل مهم جدا من حياتك واللي هو أعتقد يعني ما أدري تقريبا ما أدري إيش قد بقالنا من الوقت
موضوع سجنك لازم نحكي فيه. يعني هو احنا عندنا دقيقتين رغم انه صارت سبحان الله القصص المأساوية كلها يمك دكتور، فنذكره ولو هو موضوع جدا مزعج وحزين لكن هو عبرة. نعم. يعني في كل انسان له محطات، قد تكون محطات فرح ومحطات حزن. يعني في 89 اخر ايام الاجازة العسكرية انا من عادتي كنت ساكن بيت دكتور علي الوردي، فقريبة عليها العظمية، ساحة العنتر، ساحة شارع المغرب، فأروح قبل ما كان أكو موبايل وهذا، فأتعمد عندنا تليفون بالبيت بس أنا يعجبني أتمشى خابر من التليفون عمومي، أمر على ساحة عنتر يعني أقضي فترة قبل ما أختم الإجازة. أنا أشك بالسؤال اللي بدأ يدور، أنا هم أنا عندي سؤال بدأ يدور. ساحة المغرب دا اتصل بالتليفون تقريبا الساعة 11 بالليل، فأخذ التليفون عموما ما أشوف إلا سيارة شرطة طبقت عليها يعني وبيها نقيب ورئيس عرفاء، قالوا لي إنهي المكالمة وتفضل. إيش قد عمرك كان؟ بال89 يعني أقل من 30 سنة، 27 يعني. نعم. فقال لي تفضل، إني قلت له شكو، رأسا سحبني وعطني خلاني بالسيارة سيارة الشرطة ووداني إلى ساحة عنتر. وشفت سعدي موجود لحد الآن أتذكر نازل من سيارته ومخلي المسدس في الجانب ويقول له للضابط هل ألقيتم القبض على المجرمين؟ يقول له نعم سيدي أنا ما أعرف شنو القضية. أنت ما تعرف شنو القصة أصلا؟ فاجأت لأنه شنو الموضوع ما أعرف، وسادين الجامعة قايلهم لموا أي أحد بالشارع هسه تجيش القصة بعد. فأخذونا للقصر الجمهوري. نعم. ورحت بالقصر الجمهوري، هناك من توصل للقصر الجمهوري يصير استلام وتسليم. هذا بيس ساعة كان يتصل وبيس ساعة تم تسليمه بورقة، ينهي الضابط ويروح ندخلون الجو، حطونا بقاعة كبيرة، طبيت بالقاعة وألقي عشرات موجودين، واحد يقول له لزموني بالكاظمية، واحد يقول له لزموني بالعظمية، واحد لحد أنا أتذكر يقول له سويتش السيارة بعدها دا تشتغل. ما نعرف شنو القضية، قاعدين كليتنا بالأربعة بالليل صارت. يعني أنا بـ12 وصلت للقصر الجمهوري، بالأربعة بالليل دخل علينا، بالثنتين بالليل دخل علينا رائد لحد أنا أتذكره، فقال منو من أهل العظمية هنا، منو من أهل المكان طلعوا على صفحة، منو من أهل المكان طلعوا على صفحة، كان يقول كل تطلع بس يبقون أهل العظمية. فإحنا زاد مخاوفنا تقريبا 12-15 واحد، ما تعرفون شنو المنتظركم، منعرف. فقال لهم، قال حدا أتذكر لهم سياراتكم راح تطلعون توصلكم، بس أياكم أن واحد يتكلم بكلمة واحدة. وما تعرفون بشنو أجيتوا وليش أجيتوا. بالأربعة جوا علينا مرة أخرى، ما يخلوك تطلع، يعني ما يخلوك من المكان تتحرك. نعم. بالأربعة جوا علينا مرة أخرى، أخذونا بالسرة ودونا إلى غرف. فندخل يسألون أسئلة تقريبا، شو اسمك أنت فلان، تشتغل عسكري، وين وحدتك فلان مكان، ايش عندك تسوي، دا اتصل بصديقي على مود التحق، ايش قد عمرك فلان شيء، عندك نموذج، نعم عندي نموذج، يطلع يطب الاخر ويطب الاخر وهكذا، واحنا واقفين بالسرة نطلع. ودونا الى غرفة ثانية عادوا نفس الاسئلة، هذا عذاب نفسي، نفس الاسئلة عادوا علي، نفس الاسئلة كرروها، شنو القضية احنا ما ندري، واحنا قاعدين ما نعرف شنو وضعنا. ودونا الى نفس القاعة قعدنا سجنون، يعني ظلينا ننتظر ما نعرف هل سيصبح الصبح علينا، هل سيأخذون يعتقلون، وأهلك إننا كوش ما يعرفون عنك، لا يعرفون أي شيء. فتقريبا صارت بعد الأربعة هم دخلوا علينا مجموعة، لحد أن أتذكرهم لابسين زيتون وبيدهم جنط، وتوزعوا على أماكن، وكل مجموعة صارت يم شخص، فأنت تجي يحكي وياك، ما تجي ترجع على جماعتك، تروح لهناك على ما تعرف سألك ايش قال لك. فمن وصل إليه قال لي شو اسمك، قلت له فلان فلان، ايش تشتغل عسكري، وين وحدتك فلان، وين نموذج ماك، يسجل معلومات هو، ايش كنت تسوي بهاي اللحظة فلان شيء، اكيد انت راح تلتحق باسل، قلت له اي اكيد، قال لي راح اقول لك شيء واحد، قال لي راح اطلعك بس اياك ان تتكلم بكلمه واحده، اذا كلمت كلمه واحده راح نجيبه. فاني زادني الفضول، قلت له شنو القضيه، شنو الموقف، تقول لي
قال لي راح اقول لك بس هم لا تحكي. شفته شويه متجاوب هو يعني مو من دول يعني العنيفين بالتعامل. قال لي واحد ساعه 9:30 من ساحه عنتر متصل بالتليفون العمومي وحاكي ويا عدي وساب عدي من 9:30 يلمون شكو واحد يتصل بعمومي الى ساعه 12 بالليل ومن ودونا الى الغرفه اللي احنا كنا يستمعون بها يسالون الاسئله. كان عدي جالس يستمع عسى ان يكون احد من هؤلاء الاشخاص يطابق صوته. لو كان انسان هنالك صوته قريب او يشتبه بصوته لكان اصبح في خبر كان. الحمد لله اليوم انت يمنا بس لما رجعنا من 89 الى 2003 لا احد يعلم بالقصه. هسه احنا عرفنا هذه القصه. ليش؟ لان كنت اخاف اتكلم بها لاسباب تعرفها. يلا حمزين انت اليوم ويانا رغم احنا ما نريد ان نهيج المواجع بس هي صدفه سبحان الله. انا ما قاصده بها بس هي صارت الكفه يمك كفه الحزن. كلش سعيده بوجودكم. انا اسفه الوقت يعني كلش داهمنا. حاولت انه اخذ من كل شخص من عندكم بعض المعلومات عن المحطات. ربي يحفظكم وشكرا جزيلا لوجودكم ونتمنى انه البلد يستفاد من هكذا شخصيات. مره جزيلا. اخرى رمضان كريم عليكم وشكرا الجميل. لوجودكم ويانا شرفتونا. مشاهدينا مثل كل مره نقول انه محطاتنا مستمره فانتظرونا بمحطه اخرى ان شاء الله يوم غد. الى اللقاء.